بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا كافي الفرد الضعيف وواقي الأمر المخوف، أفردتني الخطايا فلا صاحب معي، وضعفت عن غضبك فلا مؤيد لي، وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لروعتي، ومن يأمنني ومن يأمنني منك وأنت أخذتني، ومن يساعدني وأنت أفردتني، ومن يقويني وأنت أضعفتني. لا يجير يا إلهي إلا رب على مربوب، ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب، ولا يعين إلا طالب على مطلوب. وبيدك يا إلهي جميع ذلك السبب، وإليك المفر والمهرب. فصل على محمد وآله وأجر هربي وأنجح مطلبي. اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم أو منعتني فضلك الجسيم، أو حضرت علي رزقك أو قطعت عني سببك، لم أجد السبيل إلى شيء من أملي غيرك، ولم أقدر على ما عندك بمعونة سواك، فإني عبدك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، لا أمر لي مع أمرك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ولا قوة لي على الخروج من سلطانك، ولا أستطيع مجاوزة قدرتك، ولا أستميل هواك، ولا أبلغ رضاك، ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وبفضل رحمتك. إلهي أصبحت وأمسيت عبداً داخراً لك، لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا بك، أشهد بذلك على نفسي وأعترف بضعفي قوتي وقلة حيلتي، فأنجز لي ما وعدتني وتمم لي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين، الضعيف الضرير الذليل، الحقير المهين، الفقير الخائف المستجير. اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني، ولا آيسا من إجابتك لي وإن أبطأت عني، في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية
أو بلاء أو بؤس أو نعمة أو جدة أو لأواء أو فقر أو غنى. اللهم صل على محمد وآله واجعل ثنائي عليك ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتي حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا ولا أحزن على ما منعتني فيها وأشعر قلبي تقواك واستعمل بدني فيما تقبله مني واشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي حتى لا أحب شيئا من سخطك ولا أسخط شيئا من رضاك. اللهم صل على محمد وآله وفرق قلبي لمحبتك واشغله بذكرك وانعشه بخوفك وبالوجل منك وقوه بالرغبة إليك وأمله إلى طاعتك واجر به في أحب السبل إليك وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حياتي كلها كلها واجعل تقواك من الدنيا زادي وإلى رحمتك رحلتي وفي مرضاتك مدخلي واجعل في جنتك مثواي وهب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منة ولا له عندي يدا ولا أبي إليهم حاجة بل اجعل سكون قلبي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك. اللهم صل على محمد وآله واجعلني لهم قرينا واجعلني لهم نصيرا وامنن علي بشوق إليك وبالعمل لك بما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دعاء اليوم الثاني والعشرين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني ببركتي بحبوحة جناتك يا مجيب دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا.
ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك مع وليك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا خالق نسمع واستجب لنا، يا خالق نسمع واستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار وأمانا من العذاب فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفي الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير منك وعافية، وتوسع في رزقي، وتؤدي عني أمانتي وديني، وأن تجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. آمين يا رب العالمين. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين. إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وأعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن،
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، لا سيما أسر المؤمنين المجاهدين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار، وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك، وتتقبل تقربي، وتستجيب دعائي، وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي تنقضي أيام شهر رمضان ولياليه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازداد عني رضا، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازداد عني رضا، وإن لم تكن ترضيت عني فمن الآن فارض عني، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفواً أحد. أيا ملين الحديد لداود، أي كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب، أي مفرج هم يعقوب، أي منفس غم يوسف. صل على محمد وآله كما أنت أهله يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى أمواتنا جميعا.